بطبيعة الحال هذا إنجاز، لأن باش يكون المنتخب المغربي في أستراليا ويتجاوز الدور الأول كأول منتخب إفريقي أو المنتخب عربي، هذه إحنا تجارب يلا بدينا فيها. يلا أول مونديال كنشاركوا فيه وبغيتي توصل فيه المربع الذهبي على غرار الدخول، الدخول أول مشاركة لي في 1970، 1970 أول مشاركة للمنتخب المغربي ذكور في كأس العالم. هذه أول مشاركة للمنتخب المغربي، ازدهرت الكرة القدم النسائية ولاو العائلات يعني كيسمحوا لبناتهم أنهم كيمارسوا، لأنهم كيشوفوا البنات ولاو داروا مستقبل، لأن الجوائز المالية اللي كتاخذها بنت من كرة القدم ولعبات مع المنتخب الوطني ضمنت وظيفة ولا عندها واحد المدخول. البنات اللي يشاركوا مثلا ناخذوها بالجانب المالي، نبغي نحسبوها ماليا، البنات اللي يشاركوا في كأس العالم في أستراليا كلهم الأخرى تأخذ واحد 50 مليون، 50 مليون سنتيم بالعائلة ديالها. ولات هذيك البنت بقاش كتمنعها باش تمشي، راه ولات موريد رزق هنا الجانب الاجتماعي، ولات هي اللي كتصرف على الدار، هي اللي ولات. إذن أكثر من ذلك أن غتقول لأختها الصغيرة خذ تسيري لعبي، سيري سنتي لا ديري كرة. إذن احنا بهذا كاين واحد البعد اجتماعي ايضا لهاد المشاركة المغربية في مونديال استراليا. ايضا كاينين حتى الفتيات الاقل من 17 سنة راهم تما تأهلوا للمونديال، مشاو لعبوا في الهند، كانت النتائج ديالهم جد جد مشجعة، ما وصلوش المراحل ابعد، ولكن المشاركة ديالهم كأول مشاركة في كأس العالم للفتيات كيشارك فيه المغرب، هذا بالنسبه لينا حنا راه ما كناش كنتظروا. حنا كنا كنقولوا ربما هذيك البطوله النسائيه تؤتت البطوله، الناس كيتفرجوا فيها كيبقاو يتفرجوا فيها العام كامل الا رمضان كيعفيهم ما كيتفرجوش، كيحيدوا البطوله ما عرفتش انا علاش كيحبسوا البطوله النسويه في رمضان، كيخليوا الرجال يلعبوا البنات لا ايوا كيقول لك كيقول ما خصهمش يتفرجوا فيهم في البنات لا كانوا منعوهم هنا على مستوى الدار البيضاء ما كيلعبوش البنات، قالوا تيفوت رمضان واجيو بحال كيكرسوا يقولوا مسيروا طيبوا الحريره، كيقول لهم مسيروا قادوا الحريره دي خداتو اصبح خدا جودار شكلي ياخذوا. المنتخب النسوي الاشكال اللي كاين دابا في هذا المنتخب النسوي، احنا دائما كنتكلموا على انجازات على مستوى المنتخبات، ولكن ملي كنهبطوا الانديه كنلقاو اشكال. الجامعة الملكية، نحن نتكلموا دابا على كرة القدم النسوية، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع لا فيفا كتدعم كتساهم في تنمية كرة القدم النسوية بغلاف مالي كبير. الجامعة دات واحد الخطوة اللي جريئة، قالت لهم هاد البنات اللي كيلعبوا عطيوني لي كونت نيميرو دو كونت ديالهم غنبدا نخلصهم انا، المدرب نخلصو انا، انتما كجمعيه رياضيه سواء تكون الوداد رجاء الدفاع الحسني الجليلي او اي فريق اخر، انا حيدت لك ثلاثه الحوايج مهمه، خلصت لك اللاعبات، خلصت لك المؤطرين ولا المؤطرات، وعطيتك واحد ترونسبور يعني واحد 80% ديال العبء المالي خففته لك. ولكن ما يحصل في هاد هو ان بعض المؤطرين كياخذوا البنات هذوك الفلوس ديالهم، كيقولوا لهم هذيك 3000 درهم اللي كتصيفط لك الجامعه راه عندنا مصاريف، خذي 2000 وجيبي 1000 هذه، خذي اكثر من ذلك. كاين اللي واحد هو اللي كيولي عنده لي كارت كيشي ديالهم كاملين، كيجبد هذه الكارت كيشي ديال فاطمه كيتيري كيعطي لفاطمه، هذه كارت ديال ناديه كيتيري هو عنده لي كارت كاملين جامع. لحسن الحظ قلت لك انها فاطنت لذلك واصدرت هادشي كيخدش ديك الصوره. حنا كنتكلموا على استراليا، فين وصلنا كنجيو كنلقاو بعض السلوكات اللي، لان في كره القدم النسويه جوج حوايج اللي كيتعرضوا على لجنه الاخلاقيات، التحرش واحد، جوج هاد السلوكات ديال سوء التدبير المالي لهذيك المساعده، هذيك المساعده اللي كتعطي الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. كاين كتاب ديال واحد المدرب في اعترافات بانه كان يتحرش، واحد المدرب بريطاني كان يتحرش بلاعباته، غير حنا يعترف هو في كتاب، تعرفي هذوك الاعترافات ديال الكتب ديالهم كتكون فيها واحد الجرعه ديال الجرأة زائده. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.